سيد خطار، إذا اتجه الحديث حال وصول بايدن إلى إعادة إحياء الاتفاق النووي الإيراني، هل سترضى أوروبا بنفس الصيغة التي طرحها الديمقراطيون في عهد باراك أوباما؟ يعني الديمقراطيون لم يعيروا اهتماما لملف برنامج الصواريخ الباليستية، لسياسات إيران الإقليمية وما إلى ذلك، بينما دول الاتحاد الأوروبي كانت معنية بهاتين النقطتين. يعني التاريخ تغير كثيرا بين 2008 و2012 2015 و2020، لن يكون هناك عودة إلى الوراء. وأصلا المشاكل أو بدايات المشاكل بين إيران والولايات المتحدة بدأت في نهاية عهد أوباما، كما كان دوما هناك حب ممنوع، شهر عسل لم يكتمل، الصفقة القرن أو الصفقة التي حلم بها السيد أوباما كانت على حساب الاستقرار في المنطقة، لأن مليارات الدولارات التي أعطيت لإيران حولت للتوسع الإقليمي، ولم تلتزم إيران كليا ببنود الاتفاق. ويومها كان هناك خلاف بين الفرنسيين والأمريكيين على أيام الثنائي هولاند فابيوس. باريس كانت تطالب بأن يكون برنامج الصواريخ الباليستية ضمن الاتفاق النووي، واشنطن سامحت، ووصلنا إلى الذي وصلنا إليه الآن. أعتقد الجانب الأوروبي يحاول الآن التنسيق مع بايدن من أجل إعادة التفاوض حول مجمل الاتفاق النووي، لأن مدة الاتفاق النووي الآخر تنتهي في 2025. إذن هناك مدة الاتفاق النووي، صلاحية التشدد في منع إيران من تصيير برنامج نووي سري موازي أو الوصول لإنتاج قنبلة نووية، ومن ناحية أخرى البرنامج الصاروخي الباليستي والتوسع الإقليمي والأذرع الإقليمية لإيران. البرنامج واسع، يعني قبل الكلام على من سيفاوض، إن كان وزارة الخارجية أو مجلس الأمن القومي أو روحاني، برأيي بايدن لن يتمكن من بدء العمل بشكل واضح قبل الربيع القادم، وفي إيران انتخابات في شهر يونيو. سنرى إذا كانت هناك عسكرة للسلطة في طهران، إذا كان أحد عناصر الحرس الثوري سيصل إلى السلطة، أو سيصل ربما ظريف أو معتدل. في الماضي على أيام أوباما أتوا بأحمد نجاد من أجل منع الوصول لنتيجة. إذن المسألة هي الكرة ستكون بشكل أو بآخر في ملعب طهران، وهي ربما ستناور من أجل تجميد أو تأبيد الاتفاق الماضي والقول لبايدن لا بديل عنه. لكنني أميل للاعتقاد بأن بايدن والأوروبيين وحتى الروس والصينيين يميلون لتركيب صفقة جديدة مع طهران.